هذا الفيديو، اولا الملاحظة الأولى أنه هم ذهبوا حسب الاعترافات أمام النيابة أنهم ذهبوا مع أو مع جمعية تابعة للاتحاد العام للأطباء العرب. أطباء العرب. وهذا لما سئل أنت بتتصل بمين في الداخل قال له بأصدقائنا من الاتحاد الأطباء العرب، وهم ليسوا أطباء ولا ينتمون إلى نقابة الأطباء. واتحاد الأطباء العرب كما هو معروف كان الرئيس العام أو الأمين العام للاتحاد الأطباء العرب هو الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، وعصام العريان هو عضو في نقابة الأطباء أثناء سيطرة الإخوان المسلمين على هذه النقابة التي استمرت أكثر من 20 عاما، وانتزعها التيار المدني قبل أيام قليلة عندما ذهب الأطباء وشاركوا في الانتخابات ففازوا بأغلبية المقاعد وهم يشكلون الآن المجلس. لكن في زمن هذه الفترة التي نزل فيها هؤلاء كان عبد المنعم الفتوح أمينا عاما للاتحاد الأطباء العرب وعصام العريان عضو مجلس نقابة الأطباء، وهم ذهبوا بأنفسهم، يعني عصام العريان وأبو الفتوح ذهبوا بأنفسهم إلى قطاع غزة تحت اسم، بس مش ايام مرسي، قبل لا، في ايام حسني مبارك ذهبوا ودخلوا الى هناك. وعندما دخلوا ذهبوا في مؤتمر انتخابي وهو مسجل بالمناسبه حتى لا ينكر احد هذا الكلام، قالوا جئناكم باسم الاخوان المسلمين وليس باتحاد الاطباء العرب. هذه ملاحظه اولى. وهؤلاء لا ينتمون إلى نقابة الأطباء وإنما نزلوا تحت هذا الساتر وقالوا أن لهم أصدقاء في الداخل. بس بخصوص دكتور عمنا أبو الفتوح في نفس التوقيت كان على النقيض مع مرسي وجماعة الإخوان المسلمين. بعدين ده لاحقا، بس أنا في هذه الفترة في وقت توقيت الفيديو ده، في توقيت الفيديو كان خرج تنظيميا، كان خرج تنظيميا، لكنه كان الأمين العام لاتحاد الأطباء العرب.